برضو لو جينا نقارن ما بين المنتخبنا الوطني دلوقتي ومنتخبنا الوطني في الكاميرون والوصول إلى المباراة النهائية، إيه اللي أنت شايفه قريب من بعضه قبل ما نتكلم؟ هتلاقي فروقات طبعا، هتلاقي فروقات في طريقة وشكل منتخب مصر في طريقة اللعب. يعني فيتوريا المنتخب تغير شكل وطريقة أداء منتخب مصر، كيروش نفس الأساس نفس الشيء، لكن ما كانش بيلعب بالطريقة الهجومية الكبيرة دي. يعني فيتوريا الحقيقة عمل شكل لمنتخب مصر هجومي كبير جدا، وده أعتقد نتيجة إن يده تحرر كبير جدا للخط الهجومي. يعني زي ما بقول لك إن مفيش مركزية في الخط الهجومي تماما، أنت بتشوف تريزيجيه، صلاح، مصطفى محمد، كله بيغير الأماكن بتاعته. الكمان الثالث في وسط الملعب سواء زيزو او هيكون امام عاشور متحرك بشكل كبير جدا، في واجبات هجوميه كمان لحمدي فتحي او مروان او حتى النني. يعني في تحرر كبير جدا جدا في الناحيه الهجوميه، صحيح. ما بيعتمدش بشكل كبير على انطلاقات صلاح بس، ودي نقطه عشنا معاها فترات طويله اسلام وعانينا منها في منتخب مصر. لكن كان صحيح كانت بتوصلنا صحيح كانت بتوصلنا في بعض الاحيان انك بتلعب بتامن وتعمل شكل دفاعي، لكن بتلعب المباراه النهائيه في 2017 ما كناش مستمتعين قوي بكره منتخب مصر مع كوبر. حققت نتائج كبيره ونتائج مهمه، وصول كاس العالم وفاينل امم افريقيا، لكن ما كانش في استمتاع بطريقه وشكل اداء منتخب مصر. لكن مع فيتوريا اعتقد ان الشكل مريح. في ناس بتشكك شويه انك ما لعبتش مباريات كبيره او مع فرق كبيره، لكن انا اطمنت بشكل كبير ان منتخب بلجيكا منتخب زي تونس طبعا، حتى لو اتغلبت انا اقصد ان انت شكل وطريقه اداء المنتخب بالظبط وما اتغيرتش. يعني هو ما غيرش كمان، يعني ما رجعش الناحيه الدفاعيه تخوف من الانتقادات او لا، عنده شخصيه كبيره جدا ومصر على امكانيات لعيبته وبيراهن عليهم، وبالتالي اعتقد ان منتخب مصر الحمد لله بقى ليه شكل مختلف عن 2009 طبعا.